هادو التقاليد ديالهم العادة ديالهم هاد النزعة العنصرية راه من قديم الزمان ماشي الآن. صدق الله العظيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. السلام عليكم. هادشي اللي داروا أنا الرأي ديالي أنا بالنسبة للعرب تحت وراه فرنسا راك عارفة في العليا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحنا كمسلمين كنفتخروا بكوننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الرسول ديالنا لما كناش غنوصلوا بزاف ديال الحوايج ورانا، وأن محمد رجع غير نذيرا. أش غنقول ليه؟ بحال هو دابا أساء الرحمة اللي فينا، بحال هنا هو أساء الرحمة اللي فينا. دابا شنو غادي تقول ليه؟ راه داكشي اللي فيه راه قاد. حنا كمسلمين ما كنستنكروا هادشي اللي دار ماكرو، حيت حنا كما كنحترموا الديانات كاملين ديالنا كما خصهم هما يحترموا الديانات ديالنا. وبالنسبه لهادشي راه شي ما خصوش يدار وعيب وشي كيمس بالديانه ديالنا. واش تقول ماكرو؟ الله يهديه وصافي. هادو اللي تيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخصهم الاعدام، خصهم يتحرقوا. حنا الدين ديالنا يعني ما تنسبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، حنا الدين ديالنا مشبكين به. هادشي اللي نقول له عط الله وعليك الرسول ديالنا. حنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيسبوش المسلمين. الناس اللي ساءوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم خير المخلوقات على وجه الارض، الله سبحانه وتعالى غينتقم منه خير انتقام. وسيرتو الرئيس الفرنسي ماكرون اللي ساء الاسلام، وكنطلبوا من الله ينزل على اقصى العقوبات عليه من الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى يقول ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوه ديال العالم، هو سلطان العالم. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كياذيه بشي كلمه ولا كيسيء ليه بالاسلام، الانتقام ديال الله سبحانه وتعالى، لانه حبيب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله. وهاد النصارى الكفار الاعداء الكفار الفجر اللي ساءوا ليه، انهم الله سبحانه وتعالى هو اللي غينتقم لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنوجه رساله لهذا الرئيس المخلوع الخاسر هو الماكرو فرنسا، الرئيس ديال فرنسا، ان كينتظروا واحد العذاب اشد العذاب، لانه اساء الى حبيب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبيننا اللهم سلط سيف انتقام عليه يا جبار، لانه ادار سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصوره الفاجره اللي انتشروا. والنصارى واليهود كيف كيقول الله سبحانه وتعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.